لو الحكايه فيها ان فيتو مصر. ايوه يعني مصر تعتبر هي مركز الاحداث في المنطقه، وحتى الان لم تشهد استقرارا، وكما تعلم او كما تشير في نظرياتك وكتبك بان مصر من المجتمعات المائيه التي يعني كانت دائما تعيش على الاستقرار، على الزراعه وعلى الماء وما الى ذلك. في هذا الوقت ايضا هناك دعوات بان يحكم البلاد رجل عسكري، وهو الفريق اول عبد الفتاح السيسي هو وزير الدفاع والانتاج الحالي. كيف يعني من خلال تحليلك الفلسفي للشخصيه المصريه، كيف ترى مستقبل مصر في الفتره القادمه على المدى القريب على الاقل؟ هو من ناحيه النظريه الفلسفيه علاقه الحريه مع الامن، ف كنا طلبنا حريه، طلبنا يعني امال، طلبنا شيء ما سالنا على عمله سلبي، انه الحريه حسبنا انه حريه اللي بنعمله حق لنا تعمله، او فكرنا انه اذا راح هو مثلا ايش المكان قبل السيسي كان المرسي مبارك، لا مرسي اللي هو الاخوان المسلمين، لا بخليك واحد ورا واحد. نعم. اذا نحن تغلبنا على مبارك حلت المشاكل او اخذنا حريتنا، ما فكرنا انه ضرورية التصليح عوض انقلاب وعليه يكون حل المشاكل. ايش مثلا بالنسبة لنفس الشيء عندكم في 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 مصر، عندنا في سوريا الجاسوسية الامن، بالنسبة لنا 15-20 نوع من الجاسوسية في موجودة في بلادنا. هذا قضية إدارية، ما هي قضية إيديولوجية تساوي انقلاب عليها. فنحن حسبنا انه بتفكيرنا العاطفي وتفكيرنا الفني انه غيرنا بتحل المشاكل، هذا اكبر خطأ. في قضايا نقدر يعني محدودة ما في سيستم تتغلب عليه. فدخلنا في اكسبيرمنت، في ايش اكسبيرمنت يعني في تجربة، ما غررنا تعرف ايش النتائج. هاي من ناحية مثل المبارك السيد مرسي مع احترامه له، واظن كان هو ما قدر يعني يعرف انه هالانقلاب انقلاب اللي ساواه بنجاح وقدر يغير شيء، ما قدر يعني يكون في نوع من الديمقراطية انه الافكار الثانية ياخذها معنا، فصار انقلاب من العلمانية للدينية ومن الدينية للعلمانية، عقيدات حرب العقائد صار فيه. حرب العقائد دائما دموي يكون، فالعلمانية عندها ضعف في تعبير التطور من ناحية العقلانية، وأهل الدين حسبوا هن عن طريق الدين بغضي حلو المشاكل، اثنيناتهم كانوا يعني ضعيفين في معرفة المشاكل وحلها. فأنا رأيي كان انه لو يكون حل المشاكل عن طريق الاداريات مو عن طريق قلب النظام، هذا كافي. بس قلت لك انه ما في عندنا كان شخصيات قدرت يعني تكون واسطه بين الشعب وبين الحكام، بس هذا يعني انت دكتور مش مؤيد ما يسمى بالثورات، هو انت تؤيد التغيير عن طريق اخر. هو قلت يعني اذا تاخذ موضوع او كلمه المفهوم الثوره معنى في فلسفه، في ادب، في تاريخ، في علوم، في عنده ثقافي، عمل فكري كان على اساس صارت الثوره، هذا ما هو موجود كان في الشرق الاوسط. اذا ليست ثورات، اي ما ثورات، هي انتفاضات، انتفاضات او عصيان او او او, أو ولكن وراءها اسباب سياسيه واقتصاديه. اوكي ده اللي اختلف على مصالح فيها، كان مصالح ده اللي اختلف على ذلك.
هناك امر اخر يعني، وكما قلت بان المصريون يتجهون الان الى يعني اختيار حاكم عسكري، هل سنعود الى النظام الدكتاتوري مره لا، اخرى؟ هو النظام العسكري ما هو دكتاتوري. نعم، خطا كبير. النظام العسكري هو نوع من نوع من الامن والامان، ومن غير امن امان ما في حريه، لانه ما في، اذا ما في سياده القانون ما في حريه كمان. عن طريق القانون بصير الحريه. فالوعي بالنسبة لنا بالبلاد العربية، ما عندنا وعي مثل الموجود في أوروبا يعني، حتى يكون في نوع من التحقيق. إذا جيت الحقيقة وش الحرية حتى هون يعني في أوروبا، يعني حتى في ألمانيا أو في النمسا، الدولة مسكت مخلوع خرق يعني، يعني مسكين كل شيء تحت الرقابة. نعم، حتى يعني الصحافة كمان مديرة، يعني ما عنده هن الحرية اللي حسبناها عنا في احترام القانون. القانون هو الطاعة كمان. فمفهوم الحرية لازم تعرفه من علاقته مع الأمان والأمن. هلا راح عنا ببلاد العربية ما في أمان، وعلى أساس ما في حرية. نعم. ف يعني حكم الحكم العسكري بالنسبه لدوله مثل مصر او المجتمع المصري، وهو مجتمع زراعي في اساسه، ومجتمع يعيش على الاستقرار المائي، تعتقد بانه مناسب في الوقت الحالي، وربما يحدث تغيير فيما بعد؟ بده يعني لا تعرف، الوعي لازم هو يغير، الوعي الانسان. نعم، الوعي الانسان هو يعني مراه شخصيته، وعلى اساس بقدر نساوي تغيير معقول او تغيير يكون ناجح. ففي فرق، مثلا الوعي الموجود في بلاد العربيه ما هو كافي انه يصير حريه اللي هن بدهم اياها. نعم، وانا بقول النظام العسكري ما هو دكتاتوريه، لازم يكون دكتاتوريه. اذا كان واحد مجنون بيحكمك غير شيء، بس العسكرية هي مرآة الوعي الإنساني. لازم يعني، في مكان في سوريا كل شهر يصير وزارة جديدة وتغيير السياسي، ما كان في عنا تفكير سياسي ناضج. يعني لو حددنا أكثر، أو كنا أكثر تحديدا، وأسقطنا تلك الرؤية على الواقع المصري الآن، هل تعتبر أن اختيار السيسي كحاكم لمصر سيكون مناسبا؟ أنا هو في يعني نص الحقيقة، تقول سيسي نص الحقيقة. قلت لك أنا في جاري كان نائب رئيس البرلمان الأوروبي. نعم. فالله عليك، وقتي كان قال لي محادثات مداولات او اعمال سياسيه بين اوروبا وبين فلسطين، كنا نعمل هيك، قال السياسي العمل السياسي الدبلوماسي مع الفتح، بس المصاري الاموال نعطيها لحماس. نعم. لانه كان صادقين اكثر، وهي كان بقصد انه الاخوان باحترام انه هالاخلاق العاليه اللي عندهم كان يحطوها امام العالم، هن يعني يجذبوا العالم. نعم. هذا يعني شيء لازم اهل الدين الاخوان المسلمين عندهم افكار عاليه جدا، اخلاق عاليه جدا، لازم يعني كان نحترمها، لازم كنا يعني نشوف تطبيق لها. حرام، لانه نص الشعب راد هالتفكير الديني والاخلاقي، وهذا يعني بالنسبه الى العلمانيه ما هي ضد الدين، العلمانيه احترام للانسان، احترام للطبيعه. هذا خطا كبير انه العلمانيه هي ضد الدين، على العكس. يعني بالنسبه الى احترام الخلق، احترام الطبيعه، احترام الحيويه، هذا هو الدين. فالعلمانية ما هي ضد الدين، العكس، احترام للدين والعقل، العقل هو اللي بيدبر العقيدة. فرايدين انه لازم مهما كلف الامر يعني نصل للحوار بين العلمانيين
والعقيدة الدينية والعقيدة العلمانية، لازم تصير النوع من في رأيك كفيلسوف دكتور، يعني الأزمة الحالية في مصر أو العنف الذي يشهده الشارع المصري تقريبا بشكل يومي من بعض الجماعات والاتجاهات الموجودة هناك، كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة؟ في يعني دخلنا في تجربة، دخلنا في 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 وضع صار لحاله يعني اجن ديناميك، ما في عنا إمكانية، يعني صارت أزمة، صارت كاتاستروف، كارثة صارت. فصار بالنسبة صار إسعافية، الشغل ما قضية فكرية أو إيديولوجية. يعني الحل حل مؤقت؟ طبعا لازم، يعني وصلنا لدرجة خسرنا كلياتنا وهذا خسارة يعني ما له معنى. ما له معنى. هالسبب لازم في وجود تفكير فلسفي أخلاقي ديني، إنه حتى ننقذ. طب وده دور مين يا دكتور؟ نعم؟ دور مين اللي يقوم به؟ هو يعني إعلام؟ الإعلام عنده دور العبادة؟ إعلامي، إعلام مهم جدا، حتى يعني العساكر كمان لازم نكسبهم، لازم ندخل معهم في حوار، يكونوا معنا في 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 في, في تطوير الوعي الإنساني، لأنه كمان بالنسبة لي مهم جدا. العسكرية إذا كانت للأمن مو للديكتاتورية، معناه عملت عمل منيح على أساس الأمان والأمن تصل للحرية عن طريق هذا الوضع يعني الصعب. نعم. فلازم يكون في حوار مع بآن واحد مع أهل الدين ومع أهل العساكر حتى يكون في نوع من بتوازن القوة. السؤال الأخير يا دكتور، حضرتك زرت مصر؟ من زمان، أنا كنت في بالإسكندرية، وكنت في سنة كم؟ ومن 30-40 سنة. كنت يعني سياحة ولا سياحة؟ سياحة زيارة بس إسكندرية. ما فكرتش تزورها ثاني؟ إن شاء الله، بس كون في هلا بتمشي الطيارات. نعم ما في مشاكل، بركة إن شاء الله يكون في نقاش مع المسؤولين. وانا قلت لك انا درست علوم سياسيه، كان استاذي مدير المؤسسه السياسيه في الجيش الالماني. نعم. فهالسبب انا ما بخاف من العساكر، على العكس بقدر احكي معهم ان شاء الله مره ثانيه مع احد المسؤولين العساكر، انه يجي. انا نص عسكري بس في مدني، حتى يكون في نوع من الحوار مفيد للطرفين ان شاء الله. ما في النهايه بنشكر حضرتك على هذا اللقاء المثير، ونامل في لقاءاتك ان شاء الله.